الموضوع الأول لماذا الصيدلية التكنولوجية، الكورس الثاني موضوع الإيمولشن. فهذه مقدمة بسيطة عن الإيمولشن. الإيمولشن هو عبارة عن two immiscible liquids one of which is finely subdivided. هو two liquid، شلون سوينا له subdivided؟ بالمثل مال preparation uniformly distributed بسبب صغرة المين globule size، راح ينتشر مو يصير مسبل ولا يذوب، لا راح ينتشر ويتوزع as droplets throughout the other with the aid of emulsifying agent. يعني عندي مثلا water و oil و emulsifying agent، راح تشوفوها ان شاء الله بالمختبر بنتي تشغلون. كل واحد منهم هو immiscible بالثاني واثنيناتهم كلير. راح نضيف emulsifying agent لنفرض مثلا اكيجيا، طبعا النسب محسوبة وسوي لها calculation أثناء ما تستمون الهوموجينيزيشن بالبيكر بالعفو بالمورتر والبستل. راح أثناء الميكسينج راح يبدي تصير عملية الإيمالسيفيكيشن، يعني هي مثل استحلاب، راح يتحول إلى الإيمالشن اللي يكون لونه أبيض ومميز. زين، أنواع الإيمالشن، أنواع الإيمالشن طبعا يعني هي بها هواية كلاسيفيكيشن، بس هاي واحدة منهم. مثلا الأويل الموتر، جهة اليسرى راح تكون الانترنال أو الديسبيرس فيس، والجهة اليمنى هي الاكسترنال أو الكونتينيوس فيس، وهي دائما تكون الأكثر. النوع الثاني هو الووتر ان أويل. النوع الثالث طبعا هذا أدفانس، بس يعني نذكره لكم بس حتى تأخذوا فكرة انه اكو نوع من الإيمولشن اللي متكون من ثلاث مركبات اللي هي ووتر ان أويل ان ووتر، طبعا بنسب محسوبة و emulsifying agent و surfactant و co-surfactant محسوبة و oil in water in oil. النوع الرابع هو المايكرو emulsion، خاتلكم إياه بنهاية المجزمة أو قبل الأخير بجدول مقارنة بين أول ثلاثة أنواع الفوق هي المايكرو emulsion، والنوع هو الأخير هو المايكرو emulsion. الفرق هو بالديامتر مال الجلوبيولز، الديسبيرز جلوبيولز تكون كلش صغيرة، فمن يشوفه على شكل ترانسبيرنت، في يشبه ترو سوليوشن من قد ما انه هو كلير. فبالنهاية مثلا الاويل ان ووتر emulsion اذا اريد اسوي له ديلوشن او اخففه بشنو، اخففه بالديستل ووتر، كون الكونتينيوس فيس هو الووتر. لكن الووتر ان اويل سيستم او الايموشن اخففه ب اويل او اويل ميسبل ليكويد، كون الاكسترنال فيس هو الاويل راح يكون. هذاك السلايد كان التعريف الاسلوب السهل، هذا السلايد هو اسلوب الكتاب. الايموشن هو عباره عن ديسبيرشن، عمليه انتشار، ان ويتش The dispersed phase is composed of small globules من الليكويد، مثل ما تشوفها هاي فد مسحة under the microscope، ف distributed throughout a vehicle in which it is immiscible. طبعا regarding emulsion terminology، المصطلحات اللي راح تسمعوها تخص الايمولشن، dispersed phase ممكن نسميه dispersed phase اذا هو فشي general emulsion suspension ointment غيرها، لكن للإيمولشن يسموه الانترنال فيس، والديسبيرجن ميديوم او الفيهيكل بالإيمولشن ترمينولوجي نسميه اكسترنال اور كونتينيوس فيس. إيمولشن وذ ان اوليوجينوس انترنال فيس اويل، واكويوس اكسترنال فيس يسموه اويل ان ووتر إيمولشن، والعكس يسموه ووتر ان اويل إيمولشن. وطبعا اعتمادا على الفيسكوسيتي مال الإيمولشن، مو بس ليكويد ايمولشن راح نحضر اللي هي تستخدم اورال وتوبيكال وبارنترال، راح نحضر ايضا اللي تكون هاي فيسكوسيتي ايمولشن، تكون ثيك، اللي تستخدم همين توبيكال ويكون نوعها سيمي سوليد. لكن يعني الفارماسيست قرروا انه ما يطلقون عليها مصطلح الايمولشن كون هي سيمي سوليد، فسموها مثلا لينمنت، لوشن، كريم، اوينتمنت، فيتامين دروبس التجاريه الموجوده وغيرها من السيمي سوليد، وراح ناخذ عليه شابتر كامل ان شاء الله.
شنو هي الفارماسيوتيكال ابليكيشن اوف ايمالشن؟ ليش انا بدي اسوي ايماسيفيكيشن؟ ليش ما اكتفي بالاويل واحده اخذها، او المواد اللي تذوب بالمي اخذها واحده، او المواد اللي تذوب بالاويل اخذها واحده؟ ليش بدي اسوي بيناتهم ميكسينج وهم انسبل؟ الفارماس راح يستفاد، راح يحضر ستيبل هوموجينوس ميكستشر من مادتين هي انسبل، permits the administration of liquid drug in the form of minute globules. يعني الليكويد دراج اللي هي الجلوبيول سايز مالتها تكون كبيرة بأثناء التحضير، والهوموجينايزيشن راح تصغر حجمها rather than in bulk. راح ممكن ينطوها orally, rectally, IV, topically للأويل والأويل soluble drug. أخليها داخل، أسوي لها emulsification داخل الwater continuous phase، حتى شنو هم يعني اخفي الطعم الغير مرغوب للاويلز، فزيد الافيكاسي اوف مينرال اويل از كاثراتيك اللي هي تستخدم بالقسطره. مثلا انكريز الابزوربشن اوف اويل اند اويل سوليبل دراج ثرو اوت ذا انتستينال وول كذلك. والاي ام انجكشن استفاد منها اذا اريد انطي ووتر سوليبل فاكسين بس على سلو ريليز لما اسوي له ايموسيفيكيشن داخل اويل كونتينوس فيس. والتوتال بارنترال نوتريشن هي يعني نوع من انواع الانفيوزنج الفود ثرو ذا فين باي باسنج جي اي تي، يعني راح ننطي الفود اللي هو بي اويل على للاي في مباشره. زين بالتوبيكال ايمولشن اعتمادا على النيتشر اوف الثيرابي والايمولينت افكت، ايش قد اريده يكون يرطب السكن، medicinal agent that irritate the skin are less irritant than the internal face. فنفس الحالة بالtopical، يعني هذين الفوائد كلها تخص الأورال والآيف والهاي. بالtopical administration شنو فائدة؟ مثلا إذا عندي أدوية تكون irritant للسكن، للbroken skin، أو مثلا أنا أريد أستخدم فد emollient effect، عندي دواء soluble بالماء وأنا أريد يكون emollient effect على السكن، فأسوي له dispersion into oil face. هسه هذا سهل، شنو هي الفحوصات اللي أسويها حتى أتعرف على نوع الإيمولشن؟ هو مو قلنا oil in water water in oil، أنا أريد أسوي تيز حتى أعرف هذا الإيمولشن ماتي نوع. طبعا إحنا نعرف مثل ما قلت لكم جهة اليسرى هي internal face وجهة اليمنى هي external face. فإذا أريد أسوي له miscibility test أجي أضيف له مي أخففه بالماء، فإذا مزج ويا فهو oil in water، إذا من مزج ويا فهو water in oil. بالنسبة للصبغة staining test أجيب مثلا water soluble dye مثلا لونها أزرق مثل بلو، من اللي راح يتلون؟ راح يتلون الباك جراوند، الباك جراوند هو الكونتينوس فيس، بينما الجلوبيولز مال الانترنال فيس تبقى كلرلس، والعكس صحيح. زين staining test with oil soluble dye مثلا scarlet red، هاي لونها احمر ويذوب بالاويل، فمن اللي راح يتكون راح يتلون؟ راح يتلون الجلوبيولز هنا، بينما الباك جراوند تكون كلرلس في حالة الاويل الووتر ايمولشن، والعكس صحيح. زين بالنسبة للإلكتريكال كوندكتيفيتي احنا نعرف انه اللي وصل الكهرباء هو المي، فعندي الاويل ان ووتر فكوندكت إلكتريكسيتي. شلون عرفوا انه وصل؟ مثلا موصليها بلمبة او مثل الشنيون، فاذا اشتغل فمعناها وصل الكهرباء. زين هذا فد نوع من انواع الكلاسيفيكيشن مال الايمولشن. طلاب يعني بالنسبة ليش تشوفون من تجي جداول من تجي تعداد، انتو تذكروا انه هاي السنة الاسئلة مالتكم لحد الان لحد هاي اللحظة هي MCQ، فطريقة القراية مالتكم مرة انا هم راح ادربكم بالمد على قراية MCQ، مو مثل قراية الشورت اساي او ترو فولس وغيرها، لازم تكونون فاهمين المادة. يعني مثلا هسه هذا السلايد مو تقعدون تلزمون وتدرخون بيه ومنو اول ومنو اخر شيء، لا هاي ايش قد ما بيكم تحفظون بالفارما تفهمون الميكانيزم، بس تحفظون الاستخدام تحفظون السايد افكت. هنا حاولوا تغيرون شويه من اسلوب القرايه مالتكم. هسه ان شاء الله بنمد ادربكم عمينه نختصر الماده واجيب MCQ وتدربون على طريقه القرايه. زين مثلا
إذا هو أورال راح ناخذ فأكيد راح نعطي الليكويد، إذا هو بارنترال أكيد راح نعطي الليكويد. وطبعا هاي الإكزامبلز عليه، الإكزامبلز هنا ضرورية تحفظوها مثلا الفيتامين دروبس، كاستر أويل، أي في أي إم سبكوتينيوس اللي هو الوتر إن أويل، أمثلة على السيمي سوليد الليكويد سيمي سوليد مثلا اللوشن لينمنت كريم أوينتمنت. هسه عندي disadvantages of emulsion، بشنو اني ممكن انضر من الايمالشن. احنا هسه صار نساعد نحكي على فوائد، نحكي على disadvantage. اول شيء لازم نقول له شيك البيشنت شيك ويل بيفور يوز، والا كثر الستاندينج هي عمليه dispersion فممكن يصير عندي sedimentation، وقلنا sedimentation هو الريفرس يعني العفو ريفرسبل، فمجرد الشيكينج ترجع تنتشر البارتيكلز. لكن ننتبه انه اذا عافها فترة يعني اطول شنو ممكن ان يصير. زين، فممكن البيشنت ينسى فيصير خلل بال accurate dosing measuring device needed in the administration و degree of technical accuracy to measure the dose. بالباكتشينج مال العلب مالته دائما تجي وياها الميجرينج ديفايس، مو مثل السيرب عادي نقدر الشرابات مالتنا نقدر ناخذها بال خاشو بالعادية مالكن. ال storage condition may affect stability. والنقطة الأخرى reliable to microbial contamination which can lead to cracking. هاي النقطتين هسه راح ندرسها بال stability of emulsion وشنو هي المشاكل اللي ممكن يتعرض لها. ال bulky difficult to transport و prone to container breakage كون انه الخزن مالته لازم يكون بجلاس container. Theories of emulsification مثل ما قلت لكم طلاب يعني اختلفت الآراء حول الثيوريز. ناس تقول احنا ناخذها بالتفصيل، ناس تقول احنا ناخذها يعني مو بالتفصيل، ناس تقول فقط تعداد. فأني خليت لكم الكتاب شرح الكتاب تمام حتى احنا نكون بالسيف سايد. يعني شوية هو هذا الكورس يكون تعب بس حتى يعني نضمن لكم حقكم، ولو على الأقل تكون المعلومة مارين عليها أو سامعين الصوت أو سامعيني بالقاعة يعني شوية تفيدكم بالمسيكيو. طبعا عدة نظريات موجودة حتى تفسر عمل الإيموسيفاينج ايجنت اللي هو شو راح يصير الإيموسيفيكيشن من مادة اثنين مادتين إيميسيبل وصاروا فجأة إيميسيبل وإيموسيفايد ولونها الأبيض ويعني منتشرة المواد وحدة باللوخ، وشون يحافظ على الستيبلتي مالته على طول مدة التحضير. فاحنا راح ندرسها بصورة عامة رغم اكو بعد عدة صفات تأثر مثلا pH or the phase system in nature relative proportion للinternal and external phase، لكن احنا راح ندرس اهم ثلاث theories. طبعا هي كلش هواية theories. زين، ملاحظة in general انه اي liquid هاي يعني physical pharmacy تدخل هنا الفيزيكس، اي ليكويد عنده القابليه على انه يكون having a shape assume to have a shape having the less surface area exposed to air. يعني لما نجي ننزل قطره بالهواء، القطره لا تصير على شكل مربع ولا على شكل مستطيل، القطره تاخذ شكل السفير. السفير يكون عنده اقل surface area معرضه للهواء. زين، وهاي القطرة مال السائل ما راح يتغير شكلها، تبقى محافظة على هذا الشكل. ليش؟ عندها internal forces نتيجة الكينيتيك انرجي مال state of matter مال الليكويد، فهالشكل وراح تمنع تشوهها بحيث ما يتغير. النظرية الأولى اللي ممكن أفسر بها عمل emulsifying agent، إذا two or more drops of the same liquid come in contact with one another، وحدة يعني ليكويد soluble وين ليكويد الثاني اتقربت، شو حصل بيهم؟ التندنسي مالتهم to join أو coalesce راح تلتحم وتتقرب وحدة من الثانية بس مجرد يكبر حجم السفير making one larger drop، وهمينا عندها smaller surface area than the total surface area of the individual drop. هاي التندنسي مال أي سائل، فهاي التندنسي قاسوها quantitatively وطبعا قوانين وأجهزة هاي. When the surrounding of the liquid is air لما يكون المحيط هو هواء مو كونتينر،
اسمها ليكويد سيرفيس تنشن. زين، لما الليكويد هذا نفسه يكون عنده كونتاكت with a liquid which is insoluble or immiscible with it، هاي الفورس ال causing each liquid to resist breaking up into smaller particles والتشوه الغير شكل يسموها interfacial tension. لما يتقربون واحدة من الثانية ويقاومون resistance into breakage into smaller particles والديفورميتي راح يتغير شكلهم، القوة يسموها interfacial tension. فهنا راح يجي شغل surface active agent، أو لهذا سميناها الوتينج ايجنت. من هنا جاي المرادف مال المصطلح مالته، راح تقلل هاي الريزيستنس تو بريكينج ما بين الليكويد وتحفزه حتى يصير له بريكينج اب انتو سمولر دروبس اور بارتيكلز. اكوردنج تو ذا سيرفيس تنشن ثيوري اوف ايمالسيفيكيشن، لما نستخدم هاي السبستانسز على شكل ايمالسيفايرز بالايمالشن على شكل ستابلايزر وغيرها من الفوائد، راح تقلل الانترفيشال تنشن ما بين التو انميسيبل ليكويد. تمام، يعني النظريه اسمها سيرفيس تنشن، اللي راح تشتغلوا عليه هو الانترفيشال تنشن. راح تقلل الريبلنت فورس ما بين الليكويد، وراح تقلل الليكويد اتراكشن فور اتس اون موليكيول. فلهذا السيرفيس اكتيف ايجنت facilitate the breaking up of large globules into smaller one which then have a lesser tendency to retain or coalesce، يعني to reunite، يعني بدل ما يلتصقون ويكونون globule اكبر راح يجي surface active agent ويحاول يكسرها الى globules اصغر. هي الثانية هي oriented wedge theory. الأورينتد ويج ثيوري راح تفرض انه راح تتكون مونو موليكولر لاير، طبقة مونو موليكولر من الايمالسيفاينج ايجنت، راح تكون كيرفد اراوند ذا دروبلت. كيرفد اراوند مو شرط حواليها 100%، تكون كيرفد اراوند ذا انترنال فيس. فهاي الثيوري بيز اون ذا بريسامبشن، هو ده يفرض انه ذا سيرتن ايمالسيفاينج ايجنت orient themselves about and within، يعني داير مداير بالجزء ما وداخل الليكويد مال dispersed phase in a manner reflective of their solubility، على حسب من يا جزء. يعني مثلا باعتبار surface active agent بيها خلينا نقول مثل ما تخيلوا شكلها polar head و non-polar tail، فيجي يوزع نفسه على ال internal phase على أساس السوليبلتي وين أكثر سوليبل. زين، generally emulsifying agent عدها greater hydrophilic than hydrophobic character راح تنتج لي أو تسوي لي oil in water emulsion، بينما ال water in oil emulsion من ينتج من استخدام emulsifying agent اللي تكون more hydrophobic than hydrophilic. لما نخليها بغير صيغة، the phase in which the emulsifying agent is more soluble هو هذا اللي راح يصير ال continuous or ال external phase. although this theory مو 100% توصف لنا أو تصور ال molecular arrangement of the emulsifier، لكن المبدأ مال water soluble emulsifier generally do produce oil and water emulsion وfrequently encountered. يعني صح النظرية مو 100% صحيحة ولا 100% انه هذا التخيل مال المونو موليكولر لاير يكون مضبوط حوالين وداخل ال dispersed phase، لكن النظرية اللي تقول انه لما يجي على اساس solubility مالته ويكون لي oil and water او water and oil على حسب المكان اللي هو متواجد به، هاي معتمدة. النظرية الثالثة هي البلاستيك أور الانترفيشيال فيلم ثيوري. هاي النظرية places the emulsifying agent at the interface، بالضبط حوالين المنطقة اللي تكون ما بين الأويل وما بين الواتر، راح تحيط بالدروبلت of the internal phase على شكل thin layer of film adsorbed on the surface of the drop. هذا الفيلم راح يمنع الكونتاكت والكواليسنس of the dispersed phase. كل ما يكون تفر كل ما يكون more pliable كل ما يكون الإيموشن more stable.
طبعا naturally enough of the film forming material لازم تكون available to coat the entire surface، باعتبار انه هاي نظرية تقول انه هو راح يحيطه كله، فلازم تكون موجودة بكمية كافية of each drop of the internal phase. Here again تكوين الـ oil in water والـ water in oil راح يعتمد على solubility مال الـ agent المضاف، with water soluble agent راح تكون لي oil in water emulsion، و oil soluble emulsifier راح تكون لي شنو water in oil emulsion. وبالأخير ماكو نظرية واحدة تفسر عمل الإيموشن من البداية للنهاية، ممكن بداية التكوين نظرية السيرفيس تنشن تفيدنا لأنه السيرفيس أكتف إيجين يتدخل ويقلل لي الانترفيشال تنشن، لكن حتى يبقى الإيموشن مستقر طول هاي الفترة يا نظرية ممكن أن تساعدني يا أما الوجه يا أما البلاستيك فوم ثيوري. موضوع الفورميليشن اوف ايموشن هذا بيه ملاحظات تفيدكم للفورميليشن. هسه انا على اي اساس احدد الايموشن تايب؟ الديسيجن whether to formulate a water in oil or oil in water emulsion يعتمد على النيتشر اند يوزز اوف ايموشن. مثلا اذا عندي فاتس اند اويلز بالدوزج فورماتي واريد انطيها اورالي، افضل اسوي لها فورميليشن على شكل اويل ان ووتر. ليش؟ قلنا حتى تكون pleasant to take، فالانكلوجن مال suitable flavor بالأكواس أخليه راح يختفي تماما طعم الأويل. الإيموشن للآي في دائما تكون oil and water type. الإيموشن للآي اي ممكن تكون نوعين water and oil و oil and water. water and oil if a water soluble drug required for depot therapy مثل ما قلنا مثلا الفاكسين أريده يطول، يعني هو مثلاً الفاكسين هو water soluble بس أنا أريده يكون عدة slow release فأخسوي له inclusion داخل ال water in oil system، وإذا أريد مفعول سريع عادي أنطي oil in water system أو emulsion. النقطة الرابعة هو ال emulsion for the external application، ممكن نسويها oil in water أو water in oil. oil in water إذا كانت الكونسستنسي خفيفة وأريده يمتص بسرعة، الووتر ان اويل اذا اريد عنده ايمونينت افكت ويبقى فتره طويله على السكن. فد صفات عامه للايموسيفاينج ايجنت هاي من الكتاب. طبعا هو الخطوه الاساسيه لتحضير الايموشن هو اختيار الايموسيفاير. الايموسيفاير يعني ما اجي قبل واختاره، لازم بيه صفات مهمه، لازم يكون كومباتبل وذ اذر فورمولاتيف انجريدينت وما يتفاعل ويا الستيبلتي ولا يأثر على يعني الإفكاسي مال القيمة العلاجية. لازم يكون stable و do not deteriorate in the preparation، ما يصير بأي chemical reaction ويتلف. الـ emulsifier لازم يكون non toxic، إيش قد ما أنا أريد أنطي كجرعة بهاي الجرعة ما يكون toxic. والأمود كوسوي بالأمود كوسوي by the patient، وعنده little odor test color يعني حتى نفرق بين نوع عن النوع الثاني، وهمنا كذلك يفيدنا لمن يأخذ البيشن. أهم صفة بالسيرفيس أكتيف إيجنت أو بالإيموسيفاير إنه maintain the stability of the emulsion على طول فترة التحضير. طول فترة التحضير يسموها for the intended shelf life of the product، إيش قد ما أني ناوية أبقي بال على الخزن. زين هسه أجي على أنواع الإيموسيفاينج إيجنت. طبعا قلت لكم الجنرال كلاسيفيكيشن موجود بكل مكان وقسمها شكل. ليش؟ لان الايموسيفاينج ايجنت هي مواد عندها يعني انفيفيليك عندها تو مويتيز، فكلش تفيد بالفارماسي اندستري يعني وين ما تروحون مستفادين منها، فصعب حصرها بجدول معين. فراح تشوفوها هواي تقسيمات. اكو مثلا شفت التقسيم اللي هو يقول لك الايموسيفاينج ايجنت تقسم الى رقم 1 سوليد بارتيكل، رقم 2 مالتي موليكولر اللي هي جماعه الكربوهيدرات والبروتين وتكون مصدرها الفاتي، رقم 3 سيرفيس اكتيف ايجنت الويتنج ايجنت اللي يهمنا بحر من المعلومات وبحر من المكونات اللي تكون سينثيتيك وتكون يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف يا اما ان ايونيك يا اما زويتريك او يعني تكون بها اثنين، واخر نوع الاوكسيلياري اللي هي وحدها ما تقدر تشتغل لكن بالمساعدة او الايد اوف ديفايس راح تقدر تشتغل كايموسيفاير.
ومثل ما قلنا أكو آلاف الأنواع من الإيموسيفاينج إيجنت اللي عندها القابلية على أنه تشتغل عدة شغلات: ثيكنينج، ستابلايزر، سوليبولايزر، إيموسيفاينج، ويتينج. لكن هاي اللي راح يعني نتطرق لها بهذا الشابتر، شفته من عدة مصادر. مثلا الكربوهيدرات، مثلا هنا تجي تدخل عامل الحفظ هنا بالأمثلة. الكربوهيدرات ماتيريال قلنا هي جاية من الناتشرال سورسز، مثلا أكاجيا، تراكاغانث، أجار، كوندراس، بكتين، أويل إن واتر إيماشن. يعني هذني الأنواع صراحة أشوفوها بأكثر من مكان، لكن هذا الفرع الأساسي مالتها. البروتين سبستانسز من جاء يعني مكوناتها أو أمثلة عليها: الجيلاتين، إيج يوك، الكاسين. ها كلها أمثلة على بروتين سبستانسز هم تنطيني أويل إن واتر إيماشن. عندنا بس الجيلاتين بملاحظة إنه هو ينطيني إيماشن يكون راني أو فتو فلويد، فشوية يعني ما يفيدني هالقلت بالإيماشن. يعني إحنا خما عندنا سوليوشن فما راح يفيدني. رقم ثلاثة الهاي مولكولار ويت الكهول، هاي نوع من أنواع الأوكسيليري همينه، مثل هال استيرايل الكهول، سيتايل الكهول، الجليسيريل مونوستياريت، هاي امبلويد بالنقطة الأساسية على شكل ثيكنينج ايجنت وستابلايزر للأويل ان واتر ايماشن او سيرتين لوشن اند اويتمنت يوز اكسترنالي. الكوليسترول هم ضمن هذا النوع ومشتقاته، يستخدم اكسترنالي بالايماشن حتى يطيني واتر ان اويل ايماشن. والويتينج ايجنت راح تمر علينا هواية بالملزمة، انايونيك، كاثيونيك، نان ايونيك وغيرها راح ناخذها بالتفصيل. الفاينلي ديفاين السوليد اللي هي الكولويدال كليز الطين اللي هو مثلا البنتونايت، مغنيسيوم هيدروكسيد، الومنيوم هيدروكسيد، هاي تكون لي اويل ان ووتر ايموشن. شو اكيد لما الانسوليبل ماتيريال ضفناها لاكويس فيس اذا كان بحجم اكبر، لكن اذا ضفنا الانسوليبل particles أو finally divided solid إلى الأويل، وهو الأويل كان هو الحجم الأكبر، فراح تعطيني water and oil emulsion. يعني بال finally divided solid ما يفرق لي، يعني مو ما تكون لي نوع معين من الإيماشن على حسب الكمية. الأوكسيليري إيماسيفاينج إيجنت، الأوكسيليري هنا راح تبدي هذا السلايد راح يكون بيه أشياء مكررة لكم. نقسم الأوكسيليري، الأوكسيليري هي تكون ويك تحتاج عامل مساعد حتى تشتغل أو إن كومبينيشن. مثلا أكو منها نوع الليبوفيليك ونوع الهيدروفيليك. الليبوفيليك اللي هي الهاي موليكولار ويت الكهول اللي هو مثلا استرال الكهول، سيتايل الكهول، فاتي أسيد إستر، الجليسيريل مونوستياريت، فاتي اسيد لايك ستياريك اسيد. هذول كلها امبلويد برايمرلي اس ثيكنينج ايجنت وستابلايزر المن للاويل اند ووتر ايموشن، للوشن والاوينتمنت اللي تستخدم اكسترنالي. اما اللي طبيعتها هيدروفيليك مثلا تاكاغانث، اجار، هاي امبلويد اس ثيكنينج ايجنت وين بالاكيجي ايموسيفايد برودكت اللي هي نوع الكربوهيدرات. الكوندراس والبكتين مثل السيلولوز، وايضا عندي المايكرو كريستالات سيلولوز، هذا يعني بالإيموشن هم يستخدم as viscosity regulator حتى يأثر على البارتيكل settling ويحسن dispersion stability وغيرها من الأمثلة. هسه أنا يا أويل أقدر أستخدمه وعلى أي أساس؟ على أساس ال route of administration. فهنا راح تحفظون أمثلة للأورال administration. أقدر أخذ مثلا الليكويد بارافين أو الكاستر أويل أو الكود ليفر أويل، أراكس أويل، هاي كلها أمثلة شائعة تستخدم بالأورال أدمينستريشن إيماشن. فهاي الأربع أمثلة راح تكون عن الأورال أدمينستريشن. بالنسبة للآي في، كوتين سيد، سويا بين، سفلور أويل، يعني طبعا مش شرط تعرفون معانيها بالعربي، كلها مستخلصات من نبتات. النوع الثالث بالإكسترنال، تربنتين، بنزل بنزويت، ليكويد بارافين. الملاحظة اللي أردب لكم إياها إنه الليكويد بارافين هنا يفرق عن الليكويد بارافين اللي بالأورال أدمينستريشن، كون إنه الليكويد بارافين متكون من سيريز أوف هيدروكاربونز وعنده درجات، يعني المركب الكيميائي يكون مركب إلى صفة، فأكو منه هارد، أكو منه سوفت، وأكو منه لايت ليكويد. They can use individually or in combination حتى نتحكم بالإيماشن consistency. فإذا أريد thick وأريد أريد low viscosity. This will ensure that the product can spread easily on a thin film over the skin. وأيضا الفيلم فورمينج كابابلتي، يعني حتى أعف مثل الطبقة على الجلد، أقدر أسوي له تعديل بأضيف له الواكسز، بيز واكس، كارنوبا واكس وغيرها.
نجي على الكونسيستنسي، القوام او الفيل اوف ذا برودكت انتندد للاكسترنال يوز يكون كلش مهم، لازم ندرسه. ليش؟ الووتر ان اويل بريبريشن عندها جريسي تكستشر، كون انه الاويل هو الاكثر هو الديسبرجن ميديوم، فهو الاكثر عندها هاير ابيرنت فيسكوسيتي. الاويل ان ووتر يكون لس جريسي، ابزورب مور ريدلي وينغسل بسهوله. الايموشن should exhibit a rheological property. Rheological بالفيزياء المفروض أخذتوها العام، مثلا plasticity deformation of material that remain rigid under stress وتتبع لنيوتنين flow. السودو plasticity الفلويد يزيد بالviscosity as the force is applied، مثل نشو الماء. Thixotropy الفلويد يقل بالviscosity with time، time dependent viscosity وغيرها. أنت بس تعرفون هذه ثلاث مصطلحات. الإيموشن of low viscosity، شون أسوي إيموشن of low viscosity اللي هي خصوصا topically عادة تكون راني، واللي هي oil and water تكون راني وتنحط بflexible plastic حتى تنضغط ويطلع منها اللوشن عن طريق النوزل to the skin مباشرة. الديسادفانتجز مالتها تتعرض بسهولة للكريمينج، رأسا تفصل. الكريمينج واحدة من مشاكل الاستربوطي هسه راح نشرحها، especially إذا سوينا لها formulation with a low oil concentration. It is rarely possible to formulate a low viscosity water and oil product كون إنه الأويل هو الحجم الأكبر وبسبب thickness مال الأويل. أما بالنسبة لإيموشن of high viscosity اللي هو راح ناخذها بشابتر السيمي سوليد، شلون أسيطر على الريولوجيكال بروبرتيز يعني deformation of liquid. إحنا هنا حتى نفهم معناها مو بالفيزياء، هو الكونسيستنسي of the emulsion اللي راح يأثر عليه هو الفوليوم كونسنتريشن اوف ديسبيرس فيز، حجم الديسبيرس فيز طبعا الى حد ما، البارتيكل سايز اوف ديسبيرس فيز، الفيسكوسيتي اوف ذا كونتينوس فيز، الفيسكوسيتي اوف ذا ديسبيرس فيز، والنيتشر اند كونسنتريشن اوف ذا ايموسيفاينج ايجنت. خلينا نشوف فيها واحد الى تاثير اكثر من هذني العوامل. العامل الاول هو الكونسنتريشن اوف ذا ديسبيرس فيز. لما نزيد الفوليوم مال الديسبيرس فيز مثلا بحالة الأويل الموتر إيماشن، من نزيد الأويل الثيكنس مال الأبيرنت فيسكوسيتي مال البرودكت كله راح يزيد، كون إنه الأويل بدأ يزيد. لكن أخذ حذري إنه ما أزيد الأويل بالحد اللي يصير عندي الفيس إنفيرجن، هما سامحين النسبة إنه تكون 60% ما يعبرها، هو إلا يصير عندي شنو ووتر الأويل إيماشن ويخرب الإيماشن ماتي. شون يخرب؟ الدول اللي ذايب بالماء راح تنعكس الحالة مالته، والدول ذايب بالأويل راح ينفصل ويصير عندي المشاكل. نقطة ثانية بشنو تأثيرها؟ الـ particle size of the dispersed phase لما أقلل الـ mean globule diameter راح أزيد الـ apparent viscosity of the emulsion. هسا تشوفون أنتم مثلا إذا سويتوا mixing 1 minute يصير عندي emulsion، 2 minute 3 minute 5 minute، بس شو وقت يدخل أكثر شيء كلما زيدتوا عملية الـ homogenization اللي هي الميكسينج وياها تقليل الـ particle size. شلون smaller mean globule size عندها قابلية على الفلوكيليشن. الفلوكيليشن هي الفورميشن اوف سمول كلامبس مثل التجمعات، فاني راح يفيدني الفلوكيليت سيستم. A significant part of the continuous phase راح يكون trapped within the aggregate of the droplet، فلهذا راح يزيد الـ apparent dispersed phase concentration. يعني النقطة الثانية تشبه النقطة الأولى، فالـ particle size of the dispersed phase راح من اللي يتحكم بها طريقة التحضير ونوع الإيمولجنت المستخدم. viscosity of the continuous phase احنا نعرف بديهيا كون انه continuous phase هو حجمه اكبر، فلهذا كل ما كان مثلا اذا كان water continuous phase فيكون viscosity اقل، واذا كان oil فالviscosity تكون اعلى اكيد. لكن اذا عندي مثلا oil and water emulsion واريد شوية ازيد viscosity ماتش اضيف للcontinuous phase، الاضافة للcontinuous phase شو كنت اقدر اتحكم بها؟ لما اخلص عمليه تحضير البرايمري ايموشن واضيف بالاخير قبل لا اكمل الحجم النهائي، اضيف مثلا سيراب، اضيف الجليسرول اللي هي تستخدم بالاورال ايموشن على شكل سويتنينج ايجنت، راح ازيد للفيسكوسيتي اوف ذا كونتينوس فيس. اكثر ديس ادفانتجز ممكن احصل عليها لما اضيف مثلا هو اويل ان ووتر واضفت له ان ثيكنينج ايجنت، راح يصير عندي الدنسيتي ديفرنس، الكثافه راح تفرق ما بين التو فيسز، فممكن يصير عندي هم راح يصير فصل الكريمينج يعني راح يفصل.
الفيسكوزيتي مال الديسبيرس فيس ما هي اللي تنذكرت بالتفصيل لأنه هو حجمه الأقل، فالفيسكوزيتي مالته ما لها ذيك التأثير لأن هي كميتها أقل، بس إحنا قدرنا نتحكم بحجمها، قدرنا نتحكم بالفوليوم مالتها الديسبيرس فيس إلى حد ما. الإيموسيفاينج إيجنت طبيعته شنو راح تأثر؟ هنا أنا راح أحكي على الإيموسيفاينج إيجنت من ناحية طبيعتها وكونسنتريشن مالتها. الهيدروفيليك كولويد مثلا الأكاشيا قلنا راح يسوي لي مالتي موليكولار فيلم آت ذا أويل ووتر إنترفيس اللي هي الفيلم ثيوري، يزيد الفيسكوسيتي أوف ذا كونتينيوس فيس أوف ذا أويل أند ووتر إيموشن، وأنتوا هذا راح تشوفوه بعينكم بالمختبر. As the concentration of this type مالت زايدة راح يسخن عندي البرودكت. الأيونيك إيموجنت مثلا تشتغل على شكل فلوكليتنج إيجنت، تسوي لي تكتلات at certain concentration، طبعا مو براحتي لأن بعدها توكسيسيتي وروتيشن، فالفلوكليتنج سيستم عنده أكثر أبيرنت فيسكوسيتي ذان الدي فلوكليتنج سيستم. ليش؟ يعني هو يكون متجمع على شكل كلامس وراح يصير ترابمنت للكونتينيوس فيس بيها. شلون اختار الايموسيفاينج ايجنت؟ هنا انا راح احكي على الايموسيفاينج ايجنت على اساس التوكسيسيتي والروتيشن وين اقدر استخدمهم. لما اختارها لازم مو بس اعتمد على انه الايموسيفاينج ايبيليتي او روت اوف ادمنستريشن، لازم احط نظر الاعتبار التوكسيسيتي والروتيشن. فمثلا النان ايونيك سيرفكتنت او الايموسيفاينج ايجنت هاي ما تحمل شحنه فتكون ليس توكسيك من الان ايونيك والكاتيونيك، طبعا هي تشتغل برينج من 3 ل 10، they are effective over pH 3-10 because ionic nature همين راح تكون هنا مهمة، لكن مو بذيك الأهمية مال الأيانز. يعني شوفون الرينج مال pH هنا كلش كبير. الإيموجنت for the parenteral use الـ IV راح أستخدم قسم من الأنواع مال النان أيونيك مثلا الستين، بوليسوربيت 8، ميثوسيلوز، جيلاتين، سيروم، ألبومين. هاي الأنواع من النان أيونيك سيرفكتنت هي أمثلة على الـ parenteral use. الإيموجنت مرادف للإيموسيفاينج إيجنت. أوكي، الايونيك ايموسيفاينج ايجنت هاي تحمل شحنه، يا اما تحمل شحنه نيجاتيف يا اما تحمل شحنه بوزيتيف. احنا نعرف انه الامفيفايل نيتشر اوف ذا ايموسيفاينج ايجنت عندها هيدروفيليك وهيدروفوبيك او ليبوفيليك. عاده الليبوفيليك بروتين اوف ذا موليكيول هو اللي يكون مسؤول عن السيرفيس اكتيفيتي، فاذا مثلا عندي ان ايونيك ايموسيفاينج ايجنت هذا راح يكون الليبوفيليك بارت هو نيجاتيف، واذا كان كاتيون هو راح يكون بوزيتيف. واحتمالا على النيتشر والممبرز اوف ذيس جروب ممكن يتكون لي ووتر ان اويل اور اويل ان emulsion. طبعا هي الايونيك من البدايه ما نستخدمها للاورال ايموشن بكون انه تحتاج كونسنتريشن نيسيسري بالايموشن، ممكن يسبب لي ريتيشن ويسبب لي لابزيتيف افكت. وايضا بالتوبيكال هاي من عندي محاذر بها انه مثلا الايونيك الكلاي سوب اوفن هاف ان الكلاين بي اتش اند ذس ان سوتبل خصوصا للبروكن سكن، يعني هو اوريدي سكن مثلا مجروح او محروق فتسوي لي سكن ريتيشن. سم ايموسيفاير مثلا الولفات اللي هو اللانولين يسبب لي sensitization reaction in susceptible people، همينة شوية بمحاذير. أما بالنسبة لي الكاتيونيك اللي تشتغل من pH 3 إلى 7، هاي الكاتيونيك تكون توكسيك حتى بتركيز قليل. الإيموجنت مثلا الستراماد، ستراماد هو بوزيتيف كاتيونيك يوز اكسترنالي، فنخليه بالمستحضرات اللي تكون اكسترنالي كون انه هو انتيسبتيك بروبرتي فما يصير ناخذه اورالي ابد. زين عندنا بالنسبة لي الهيدروفيليك ليبوفيليك بالانس، هذا فد عالم سوى هذا البالانس حتى يسهل على الفارماسيست اختيار الايموسيفاينج ايجنت الملائم حتى يعطيني ستيبل ايموشن فور بارتيكولار اويل اند ووتر كومبينيشن. تدرون انه عندي يعني الاف المكونات من الايموسيفاينج ايجنت وكل وحده بيها جدول خاص بيها يحدد لي انه هي تكون هيدروفيليك لو ليبوفيليك، يعني من هي المويت اللي تكون اكبر بيها. فالهيدروفيليك ليبوفيليك بالانس هو البالانس اللي نعرف منه الايموشن بالضبط ايش قد يحتاج ايموسيفاينج ايجنت وايش قد الرقم. الايموسيفاينج ايجنت قلنا هي امفيفايل تحتوي لنا هيدروفيليك وليبوفيليك بنفس المركب. فجريفن سوى لي هذا السكيل، طبعا هو من 1 لـ50 لكن احنا نستخدم الارقام اكثر شيء من 1 لـ20. فعلى العموم هذا التقسيم اللي تشوفونه هنا هو جنرال، التقسيم سبيسيفايد بالسلايد الثاني. فاذا هو اكثر من 10 عاده يكون هيدروفيليك، اقل يكون ليبوفيليك. ونوع الايموشن هو راح يعتمد على البالانس ما بين الهيدروفيليك والليبوفيليك تندنسي اوف ذا سيرفيس اكتيف ايجنت. زين علاقه الهيدروفيليك ليبوفيليك رينج ويا الابلكيشن اوف ذا سيرفيس اكتيف ايجنت كل واحد وفعاليته. مثلا اذا من 1 لـ3 اسوي له انتي فومينج،
من 3 لـ 6 مسوي لي ووتر انوير، من 7 لـ 9 بهذا الرينج بالضبط راح استخدم السيرفس اكتيف ايجنت، من 8 لـ 18 انا شوي الرينج اعلى بالاويل انوير، من تبدي تزيد من 15 لـ 20 تبدي تعمل كانما هي سوليبلايزر، تذوب كانما تذوب الاويل، مو بس تسوي له ايموسيفيكيشن، كانما تذوب راح يصير ترانسبيرنت. اما اذا علينا بعد اكثر 13 لـ 16 راح تشتغل كديتيرجنت. وهذا المربع بالاخير ينطيكم الرينج، هم رينج مصدر ثاني شفته مال محاضرات مال صيدله بغداد، شفت هذا الرينج مال الاويل الموتر والووتر الاويل ايموشن. هالثاني اوكي هي فادتني وحددت بالضبط الرقم اللي احتاجه من السيرفيس اكتيف ايجنت اكوردنج تو ذا اتش ال بي. طبعا هي في جداول بالكتاب كل واحد من المصفر ايجنت مقابل مالته الاتش ال بي، بس يعني ما لها فائده انه تقروها، اذا تحبون تطلعون عليها فهي موجوده بالكتاب مال انسنس طبعا 11 شابتر الايموشن شابتر 14. زين الديس ادفانتجز اوف ذا اتش ال بي، الاتش ال بي هذا جريفن همل شنو؟ همل شغلتين، همل التمبرتشر اللي هو تمبرتشر كلش متأثر وتقلب لي نوع الإيموشن، وكذلك البريزنس اوف اديبس، هاي كلها ما حطها بنظر الاعتبار، فلازم يضيفها الفارماسيست بنظر الاعتبار في تحضيره للإيموشن. فمثلا عندي درجة حرارة معينة تقلب لي بيها نوعية الإيموشن من اويل ان ووتر الى ووتر ان اويل، كونها انه تأثر على السوليبلتي او الفاليو مال الاتش ال بي، اما تقللها يا اما تزيدها. فالفيز يسموها الفيز انفيرجن تمبرتشر البي اي تي، السوليبلتي كلش لها علاقه بهاي التمبرتشر. هاي التمبرتشر يعني مو يجي بيش يحط على النار الايموشن، لا بس مرات مثلا حضرنا الايموشن بكلايمت يكون بارد وسوينا له شيبينج الدوله احنا بالعراق مثلا، او خلاه بالشمس نساب الشمس على البنيد مال السياره، او خلاه بالفريز بحكم انه يريد يحافظ عليه يجمد الموع يجمد الموع، هاي كلها الامور يسموها البي اي تي اللي هي الفيس انفيرجن تمبرتشر. هسه نجي فد تقسيم ثاني للايموسيفاينج ايجنت، قلت لكم راح تشوفون هواي كلاسيفيكيشن احنا ما لنا علاقه، اهم شيء نحفظ امثله. According to the emulsion they form، احنا عرفنا انه يا اما oil and water يا اما water and oil، بس انتم بالمرحله الثالثه تعرفوا، وطبيعته according هاي اي سي سي يعني زين. According to the emulsion they form ممكن تكون oil and water، ممكن تكون water and oil emulsifying agent. الووتر ان اويل هنا انا خليتكم مجال حتى انتم تضيفون بعد، انا ضفت اللي يعني تذكرتكم، وانتم شكو شيء مر عليكم ضيفوه هنا راح يكون مثل ملخص. هاي اللي تكون لي تكون ليبوفيليك ايموسيفاينج ايجنت، تكون لي ووتر ان اويل ايموشن، بوليفيلين سوربيتال مونو اوليت نون ايوني والسبان كوليسترول والفات وغيرها. الووتر ايموسيفاينج ايجنت المونو فيلين سوب مثلا البولي اوكسي اثيلين اكيجي تراكوزان جيلاتين وغيرها. according to their nature طبيعته، يا اما هي جايه من مصادر طبيعيه، اما جايه من مصادر سينثيتك اللي هي سيرفكتنت او فايلي ديفايد السوليد اللي هي الكليز. بالنسبه للناتشرالي اكرينج هنا همنا ايش قد ما بكم تحفظون امثله، بولي ساكرايد هي جماعه البروتين والكاربيه مالتي موليكولار، اكيجي تراكوزان سيمي سينثيتك، الستيرول كونتينينج سبستانسز بيز واكس وولفات الكحول، مثلا عندي البروتين جيلاتين فوسفوليبيد لسيثين. شنو مضارها؟ باش تو باش فاريشن، يعني اول شيء بدوا يستخلصوها من وجبه طلع تركيزها هيك، تستخلصوا الوجبه الثانيه تطلع فيها اختلافات كون انه المصدر طبيعي، فبما انه اختلفت الكونسنتريشن فاختلفت الايموسيفاينج بروبرتيز، وبما انه ايضا المصدر طبيعي راح تكون سسبتبل للبكتيريال جروث. ممكن شو كذا استخدمها اذا عندي فشي ايموشنال تحضره واسوي له كونسبشن ورا كم يوم ما يصير يبقى فتره اطول، حتى اذا استخدمت بريزرفت استرفيتن هدني سنتيتك مركبات كيميائيه، ممكن عندها شحنه نيجاتيف شحنه بوزيتيف نون ايونيك ام فوتريك، وطبعا ام تو دير ابوزنج ايونيك تشارجز النيجاتيف ويا البوزيتيف ممكن واحده تلغي اللخه فتكون انكومباتبل. اعطيكم الشرح حتى شوي تغيير عن المقاطع، اعطيكم اياه على شكل جدول فكل وحده تحفظون تنتج لي يا نوع ايموشن. مثال عليها هي انكومباتبل بيا بي اتش تشتغل مثلا ان ايونيك تشتغل بي اتش اعلى من 8، الكاتيونيك البوزيتيف من 3 لـ 7، وايش قد ما بيكون تحفظون امثله والامثله مذكوره هنا كل وحده وش تكون. مثلا هنا جبت لي من الكاتيونيك السترا مال البنزيل كوليوم كلورايد، طبعا هي تشتغل كشنو قلنا هي طبعا توكسيك
لأنه كاثيوريك لها استخدامات ثانية، مثلا عندها باكتريسايدال افكت او انتيسبتيك افكت، فيستخدمون الاشياء التوبيكا. ان الانكس سيرفكتنت هاي اصلا ما بيها شحنة، هاي عادي تكون كومباتبل وسنتيتك، انه مصدرها يعني صناعي كيميائي كومباتبل ويز بوث، وتشتغل بي اتش رينج عالي من 3 ل10، ما لان ما بيها شحنه. اشهر امثله عليها هو سوربيتال ستار والبولي اكسيفلين ديريفاتيف اللي هي التوين والسمال. بالنسبه للانفوتريك سبستانسز هاي عليها الشحنتين بنفس المكان، لانه هي تكون كاثيونيك ات لو بي اتش وانيونيك ات هاي بي اتش، فالبي اتش رينج يكون كلش ضيق وكلش نحس تتحكم بيه، فما تستخدم كايماشن. لكن اكو نوع هو الليستين، هو يستخدم تستابلايز ذا اي في ايماشن، يعني شنو شغلها؟ استابلايزر وليس ايموسيفاينج ايجنت. زين، عرف انه مو بس الايماشن متكون من مي ووتر، من مي واويل وايموسيفاينج ايجنت والدواء، لا عندي اكيد اداتيفز، وكل اداتيف من هذني لها فائده معينه. فمثلا عندي الانتي اوكسيدنت، بما انه الاويلز هي المعرضه للاوكسيديشن رياكشن، فلهذا اضيف اويل سوليبل انتي اوكسيدنت. اللي بالاورال مستخدمه لازم تكون ادرلس تيستلس كلرلس، وهاي الانتي الثلاثه اللي عليها اللي بيوتيليتد هيدروكسي انيسول، الرمز التجاري مالته بي اتش اي، بيوتيليتد هيدروكسي تولوين، والتوكوفيرول اللي هو فيتامين اي. هاي انواع الانتي اوكسيدنت المستخدمه. النوع الثاني مثلا المواد الحافظه، هو سبب وجود المي راح يخلي البيئة معرضة للميكروبيال جروث، سواء بكتيريا مولد وغيرها. فش اسوي؟ قلنا يا اما زيد الكونسنتريشن، هاي انتم بالعملية اخذتوها، او هنا شلون احل المشكلة؟ الحل المشكلة اللي راح استدل عليها بانه ان بليزنت ادر راح تطلع ريحتها مثل العفن، والكلور راح يتغير، غازز بريك داون، و100% الطعم راح يتغير. الميكروبيال جروث يحدث في الاكواس فيس، فلهذا شلون احله؟ اجيب مواد حافظة تكون سوليبل ان ووتر، امثلة بنزويك اسيد، سوربيك اسيد، كلوروفورم، كلورو كريسول، يوز ان بريفيريشن اوف ذا بريزرفيشن اوف ذا ايموشن. اشهر نوعين نستخدمه مع تراكيزهم اللي هو الميثيل بارا هيدروكسي بنزويت تركيزه 0.2%، والبروبيل بارا هيدروكسي بنزويت تركيزه 0.02%. انا خليت لكم التراكيز احتياطي اخاف تجي يعني، وطبعا ملائمه للانترنال والاكسترنال فيس. المواد الاضافيه الثالثه مثلا هي هيومكتنت، هدف الهيومكتنت حتى يقلل الايفابوريشن مال الواتر، حتى اقدر احتفظ بالمي اللي موجود، حتى تبقى الرطوبه موجوده سواء داخل البرودكت سواء على السكن. بروبيلين جلايكول، جليسرول، سوربيتول، هي كلها تستخدم بتركيز 5%. طبعا المنكهات اوكي يضيفوها حتى البيشت يتقبل الاويل مثل ما قلنا، لكن الكلرين قليل او نادرا ما يضيفوها، لانه لون الايموشن اللي هو لونه ابيض يكون مميز. stability of emulsion، شلون اعرف او شنو هو stable emulsion؟ انه تبقى الجلوبيولز retain their initial character، remain uniform distributed throughout the continuous phase. اربع مشاكل عندي تخص الفيزيكال stability of the emulsion. المشاكل الأربعة خليت لكم مثل الصور بس توضيحي يعني حتى تراجعون عليها. creaming of sedimentation، يا إما تصعد يا إما تنزل. dispersed droplets in continuous phase، لكن يكون reversible بمجرد ما يصير shaking ترجع لمكانها. cracking هنا aggregation والcoalescence of the dispersed droplet to reform separation، هنا هم ينفصل البارتيكلز او الجلوبولز صار بيها كواليسنس، فلزقت واحده بالاخ وبعد صعب الشيكينج يحلها. الفيرست انفرجن كذلك، من ينعكس من ينقلب الاويل ان ووتر، ووتر ان اويل، شكو ماده ذايبه بالاويل راح تنحل، وشكو ماده ذايبه بالووتر راح تنحل، وخرب عندي الايموشن. الوسولد رايبنينج هاي صراحه ما دخلت بالديتيلز، فقط الدروبلت سايز تعرفون انه انكريز ديو تو ذا لارج دروبلت جروينج ات ذا اكسبنس اوف ذا سمولر وان، يعني تشوفون جزء اكبر وجزء اصغر، لكن ما دخلت بالديتيلز لان هي اصلا مذكوره بالكتاب مالتكم، ظهر يعني محذوفه. عندنا بالنسبة للكريمي، الكريمي شنو هو؟ هو الفصل the separation of the emulsion into two regions which is richer with the dispersed phase than the other. مثل الكريمي مال الحليب لما تصعد القشوة فوق الدهنية واللي جوا يبقى الحليب الرني، طبعا هو reversible ينحل بالشيكينج، لكن ممكن يتأثر على شكله. مثلا عندي patient ما شافه واجي اخذ الدوز وصار عنده inaccurate dose، ياخذ الجزء البي dispersed phase اكثر او continuous phase اكثر، وزيد the probability of the globule coalescence، يعني ممكن احتمال عندي يصير المشكلة الثانية اللي هي cracking.
قانون ستوكسلو. هذا القانون هو جمع لي الصفات أو العوامل اللي تأثر لي على الجريمنج. أنت حفظوا القانون بس هو ما يجي تطبيق، بس حفظوا حتى تسهلون عليكم حفظ العوامل. الفيلوسيتي اوف جريمنج هو هذا العامل اللي أرد أشوف من يأثر عليه. يأثر عليه الجلوبيول دايمتر، يأثر عليه الدنسيتي اوف ذا سبير سبيس اند ديسبيرجن ميديوم. وقلنا اذا الدنسيتي يعني صعب نتحكم بيها، مو مثل ثيكنس او فيسكوسيتي. الميو او هاي الان هي الفيسكوسيتي اوف ذا سبيرجن ميديوم. اذا كلها مرينا عليه العوامل قبل وعرفنا شلون نغيرها. زين، لما اقلل الجلوبيول سايز كل ما سويت هوموجنايزنج اكثر كل ما امنع الكريمينج. اذا قللت الدنسيتي ديفرنس، طبعا هذا شويه يكون يعني ديفيكلت لانه الفيزيكس تتدخل. ولما ازيد الفيسكوسيتي اوف ذا كونتينوس سويت، واحنا قلنا شلون مثلا عندي اويل الموتر ايمولشن، ورا ما اكمل تحضير البرايمر ايمولشن بالاخير قبل لا اكمل الحجم النهائي، اضيف مثلا ثيكنينج ايجنت مثلا السيرب مثلا ميثيل سيلولوز وغيرها، اسخن بها الكونتينوس فيس حتى اسخن السيستم ان جنرال، بس ادير بالي من ان حتى يصير سكوسي ديفرنس ما بين التو فيسز. المشكله الثانيه من الكراكينج او المرادف اللي هي البريكينج. البريكينج هو الكوانسنس اوف ديسبيرسد جلوبولز والسيبريشن اوف ذا ديسبيرس فيس اس سيبريتلي، يعني هم تفصل وهم من تلتحم واحده ويا الثانيه. طبعا هو ريفرسبل. شو راح يصير؟ اول شيء ممكن اضيف ماده كيميائيه ما حسبت لها حساب انه هي تكون انكومباتبل وذ ايموسيفاينج ايجنت، فالايموسيفاينج ايجنت فعاليته راح تقل فيفصل. بكتيريال جروث هم نفس الحاله، ما خليت بريزرفاتيف خرب عندي. التمبرتشر تشينج اللي هي قلنا الفيس انفرجن تمبرتشر اللي هي تاثر لي على المالتي ايموشن، وكذلك اكو تمبرتشر اكو ايموشن تكون كلش حساسه اللي هي جماعه البروتين الناتشرال سورسز تتغير طبيعته لما تزيد درجه الحراره. عفته مثلا بالشمس او خزنته بدرجه حراره عاليه راح يحطم معظم الايموشن، وكذلك الفريزنج والثوينج كراكينج ذا ايموشن ينجمد وينموع. This may be due to ice form disrupting the interfacial film surrounding the droplet. يعني هاي واحدة من الأسباب إنه الفيلم تكسر بسبب وجود الآيس. Face inversion إحنا هواي مر علينا، وقلت لكم face inversion مشكلة كلش خطرة لأنه إحنا مستقرة كل مادة ذايبة بالمواد اللي تكون يعني مسبل بها، ومستقرة بوجود الإيموسيفاينج إيجنت من تنقله بعد خلاص. خراب عندي الايموشن. شلون ممكن يصير؟ لما نضيف ماده تغير السوليبلتي مال الايموسيفاينج ايجنت وكذلك بالحراره. الماده اللي ممكن اضيفها اللي تغير لي الفيس انفيرجن عندي مثلا بالنيسن توب ميثود، لما يكون الالكلان يتفاعل ويا الفري فاتي اسيد الطالعه من الاويل من الاوليف اويل وغيرها، مثلا طلع لي عندي صوديوم ستيارات. لما نجي اضيف ماده مثل الكالسيوم كلورايد راح يصير عندي تفاعل، راح يزيح الصوديوم ويتفاعل ويا الستيارات يطلع لي كالسيوم ستيارات، واحد مونوفينت اويل ان ووتر والاخ بوليفينت ووتر ان اويل، فالعكس. والفيز فوليوم ريشيو كذلك، لما ازيد الكميه مال مثلا الانترنال فيس واخذ راحتي وتعبر وتنقلب عندي النوع وكذلك الحراره الفيس انفرجن تمبرتشر. هاي مثل الصوره التوضيحيه حتى مجرد بس تشوفون شنو هي الانواع مال او الاشكال. بس الاوسوالد رايبنينج يعني انت تشوفوها كبرت ومجمعه لي فوق، بس تاخذها بالديتيلز. هذا الفلوكيشن التكتل اللي مر علينا ككلمه. الايموشن از كونسيدرد فيزيكالي، هاي ما شرحناها. طلع بس احنا هنا انا وقفنا، راح اوقف هنا لانه التسجيل صار 53 دقيقه، فكلش صعب يصير الابلودينج على الكلاس. نكمل ان شاء الله على الاسبوع القادم.